الهم بيعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البوم يا بكى، والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة ضدنا ورا ظهورنا وننساه، شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة تتسلى من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. احنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة تتسلى من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان، نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح أكسر ريحة وننجح ولا نال، دين الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نطرق بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح أكسر ريحة وننجح ولا نال، دين الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. أركب ديتي إحنا شباب البوم. هلا والله بجورجيا يجي بالأدب لك. هلا 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 وردة، هلا وغاتي، هلا حبيبي، شلونك يابا؟ أهلا وسهلا، نورت جورجيا والله. من أنت؟ تعرفون ذا؟ لازم تقول لك الكفته. تعرفه ما تعرفه انت؟ يلا يلا نرجع يلا. اقول ايش تبي يخلص علينا؟ حبيبي ترجمه سياحه. جايب غيره. ايش تبي يخلص علينا؟ وين شكش؟ سم وين شكش؟ You are in my country, man. You must respect me. ايه وش الجمله يا طارق؟ وطارت عجتها بهالبيت من الصبح تكنس وتنظف وتغسل وتطبخ، ومسكينة مسكينة طاحت يدينها من الشغل. عاد شو بنم ادخل المطبخ من امك شغل اورا بس قاعد تاكل انت. واضح اي واضح. وش كروز تقول؟ وش يلا بلعها بلعها يلا خشمت خشمت كلنا سلة السيف ما شاء الله سيف ما شاء الله. هو وش بلات انت؟ خلني اتاكد. كنت مسوي عملية تجميل بخشمها يطلع ولدنا افغص افغص افطس افغص افطس. اها هذا اللي انا اقوله من اول. البنت مغرورة وشايفة نفسها. هالكلام قلته لامكم وامكم امك. يا جاهل حز علمني رد علي. الله يهديك بس يا طارق. الله يهديك بس يا طارق. ابو عامر ابو عامر كل صبح ان شاء الله. الله يهديك بس يا ابو طارق. شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان، نطرق بيبان المستقبل الى السحاب، نسبح اكسر ريحة وننجح ولا نال، دين الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نطرق بيبان المستقبل الى السحاب، نسبح اكسر ريحة وننجح ولا نال، دين الصعبة تصبح سهلة والمر حالي. ممنون يا حتى تعمرنا شيء. سلامتك مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك مع السلامة. سلامتك بيعلق بومبي يعني بومبي يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم. أوه يا هلالي.
الايمان المستقبل الى السحاب نسمع عكس الريح وننجح ولا نال غير الصعبه تصبح سهله وتمر حالي وتمر حالي نطلب ايمان المستقبل الى السحاب نسمع عكس الريح وننجح ولا نال غير الصعبه تصبح سهله وتمر حالي وتمر حالي اركب بديتي احنا شباب الحب يا عيال حريقة حريقة يا عامر قم حريقة قم قم بسرعة يلا عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر القلق والهم خرج شباب بوم 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 شباب بوم هذا جواب قديم المرسومة على الشفاه نمر حاجة يا الله دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان احنا الشباب المتفائل بدون نياس وصف حاجه تنسلى من الاساس خلف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي احنا الشباب المتفائل بدون نياس وصف حاجه تنسلى من الاساس خلف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي شباب البومب يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان نطلب ايمان المستقبل الى السحاب نسمع عكس الريح وننجح ولا نال غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي يقول لك هو فلوس ما عنده ولكن راح ينطيك قطعة ارض ب 200 الف متر تسوى اكثر من فلوسك ارض ب 200 الف متر يعني كم تطلع دي اقسم بالله واجد ها شكو ارض ب 200 الف متر ممتاز فصيمه فصيمه شكرا يا عمو يا حبيبي 200 الف متر ما شاء الله ما شاء الله كارفها من صباح الله خير يبا اي طبعا نكرفها انا ابيها بعد ما انا 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 لكن شو اسوي بتحملها عشان قبلها على طول مثل اللي قبله اي وصفى لطاري علاش تسخين صفى لطاري يا ولدي يا حبيبي يا كفته راحت عليه ادري انه خروف هذا هرش سديس لو تطبخ فيه 6 ساعات ما استوى بياخذ لحمكم وكهربكم وغازكم الله يجزاك يرحم والديك لا لا جت حلوه بس يا عامر دائما تنكبنا يا اخوي خلى من ذول اللي زرفونا ونروح الدرد يا اخوي سلطان مكرمش امك خلاص صحيح انت كويس يا قوتي كويس انت قد في كلام ثاني حرام عليك سكت يا اخي حرام لا تكرر يلا يا شباب انا اقول لكم الحقيقه انتم بتقولون اسمي عامر لكن اسمي نور عساف اقولك اصبر يا اخي انتم تجيبون الثاني اي ولا ثاني ثاني خلاص تعمز بتحرك يا شباب انا اقول لكم الحقيقه انتم تقولوا اسمي عامر لكن اسمي نور عساف والمثل يقول يخلق من الشبه 40 اكيد مشبهين علي لا يا شيخ اقول يا عيال فكونا من سوالف المفزره ها حركات بزارين وجني وقاعد يمشي خالي وقاعد يمشي خالي ايش تبي انت كمل اكشن تكفى يا عامر لا طريهم ترى يجون اقول خلاص امسك الضحك الحين ونعفسنا ومن اليوم ندور عليها وش سالفة الشغالات اللي كل يوم كل يوم كل يومين منحاشين؟ اي والله انك صادق، كل يوم وكل يومين منحاشين. كل 3 ايام. على طول الجملة الثالثة كويسة. عايشين حياتنا ما بين الاخوة
الاخوه والصداقه بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البوم يا بكى والبصمه دايما مرسومه على هالشفاه نرمي كل حاجه ضدنا ورا ظهورنا وننساه للطاقه هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزه هم فرسان حنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجه تنسلى من الاساس خلف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي حنا الشباب المتفائل بدون قياس وصف حاجه تنسلى من الاساس خلف الاجمل وضع اجمل حسب خيالي حسب خيالي شباب البومب يا عطروا دول المواجهة درجوا للرجل نطرق بيبان المستقبل إلى السعادة نسمع حق سرية ونجح ولا عدد أيوة عزو ليل الصعبة تحسنا والمر غالي والمر حالي نطرق بيبان المستقبل إلى السعادة نسمع حق سرية ونجح ولا عدد عجيب والله خلوا يفكوا من النساء شباب البومب يا بكى والبصمه دايما مرسومه على حسابنا نرمي كل حاجه ضدنا ورا ظهورنا وننساه شباب البومب دايما للطاقه هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزه هم فرسان حقك الجهاز؟ ايه حقي ما شاء الله عليك كويس يلا بدق على الوالد يلا هذا اكس المفروض ذا طال عمرك يلا عجل عليه نهيد نهيد وتراك منرفزني اكثر من حمد الله شكرا الله يا عامر لا اله الا الله 5000 لا اله افا هاي ضربه المكره والله المكره ضربه زعلت والله نزعل زعلني لا عيد من اول والله والله من اول احسن من اول هيا اكشن ياسر العشاء مره ثانيه تيتوان اكشن ياسر العشاء كمان مره تيتوان اكشن ياسر العشاء تيتوان اكشن ياسر العشاء ياسر ما في مشكلة أنا أعطي 200 ريال بس ما في يركب حصان بعدين ما في يسوي كذا حركات البس كذا ما البس كذا بعدين عيد يلا مرة ثانية تبلل لا أنت تبلل أنت لسه يلا كبروا لي أن أكون من المستوصفين في سفرين سمتريين أكون سمتريين كوبوي نو موف طلع مسدسات أرجع عشان باقي لا أول شيء نو موف عشان بقولك إيش مسدسات يلا كوبوي نو موف نو موف كوبوي نو
نو موف يا اخي نو موف نو موف نو موف مو 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 آسف. ولا تلجون أصلاً. تبي تهرج ولا مضطر طلقة عليك. آسف. لا تهرج مش عندك. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر الدلق والهم خرج شباب بوم 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 شباب بوم يا فكرت ميت وننسى شباب البوم دايما تلقاهم عنوان بالخير والوطن والفخر والعزة هم في الساعة احنا شباب المتفائل بدون اجل تبي مفطح ها؟ يا ولد وسدى وسيك وسدى ما يحتاج الله قطار حياتنا ما بين الأخوة والصداقة بس كثر الدلق والهم خرج شباب البوم بوم 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 شباب البوم يا بكى والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة ضرنا ورا ظهرنا وننساه شباب البوم دايما نلتقاهم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان احنا شباب المتفائل بنكم وبن يا مناحي لا لا الله ثم هالبطل وربعه ما صدينا العدو والحين انتم ضيوفي ها والمحل ما ولا ما كان صدينا العدو لا 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 ايوه ايوه لا بس انا ما حسيت ازعلها انها ثلجت قلوبنا مو انبسطنا والله لا لا الله لاك يا وش اكشن ما شاء الله يا شيخ عز الله انها اذلجت قلوبنا يا مناحي يضحك عليك عاد انت اوكي وجهه من اللي ما يبي يضحك عز الله انبسطنا اذلجت قلوبنا كملنا غراب جو 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 غراب يو ار سمايلينج جو 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 هيز لوكينج يس بيكوز كاركتر ذس اوكي جو بت جو 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 سي ميرا والله يا مناحي
شيخ لا تذبح العنزة، الحين النشب من حليبها. كاد بس دقيقة، بس الولد بعيد خليك. معلش يا اخوان ترى اللوكيشن خافض. كثرنا ها. يعني القطة دفعنا لك اياها كل زي كل شهر، كيف يعني؟ هذا جواله مقفل غريبة، ما هي من عوايد تشوكوش يقفل جواله. يمكن انه مات يا اخي. اذكر ربك انت وجهك، وش اللي مات وما مات؟ لانه اي واحد يقفل جواله عندي احساس انك تعيده، عندي احساس انك تعيده. يا غشم يا حق غشاش، يا غشم يا حق غشاش، يا حكم يا غشاش، يا حكم يا غشاش، يا غشم يا حداد، يا غشم وشو يا غشم ذا؟ شتا وشي بشواتا مو يتصور. شتا وشي بشواتا مو يتصور. أربع ظروف. فين قلنا بشي يا رجل؟ شفت انت اللي دخل؟ عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم بوم بوم، شباب البوم يا بكا. والبصمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة ضرنا ورا ظهرنا وننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا شباب المتفائل بدون قياس، وصعب حاجة تنسى من الأساس. خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيال. المستقبل إلى السحاب، نسبحك سريع وننجح ولا نهال، غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي، وتمر حالي، نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبحك سريع وننجح ولا نهال، غير الصعبة تصبح سهلة وتمر حالي، وتمر حالي، نضرب بيبان المستقبل إلى السحاب.
هديتي. احنا شباب الكم. هلا والله بالشغالة البطلة. أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي. مرحبا الساعة. مرحبا الساعة يا بويا. أكيد بديتك الشغالة البطلة. بهالمناسبة هذه تنزل لي سحل أغنية. أوكي. خمس الحواسي سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني وجرح سكر في قلبي سنين. وخمس الحواسي سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله فاشينيستا دي ما هي شغالة. ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي؟ خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. الا الخدامة الجديدة هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ اقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال وين وديها؟ انا دافع فيها 20,000 وقاعدين ننتظرها 6 شهور بس. هذا هو على كلام امك. وديها وديها. وانت صادق يبا وعليها ضمان 3 شهور يعني اذا بزوطت نقدر نرجعها. متأكد؟ جربيها يمه. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم فجعتوها المسكينة. يلا امشي قدام يمشي. اسمعي يا ابو عامر، شغالة وجبنا هلت بس اسمعي، انا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل مواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمت الكلام ولا لا؟ هجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لامك تبي شغاله مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري. سابقا وين راحت؟ ميري حوادث الطرق. وضحايا حوادث الطرق. مير عمر شفت ميري؟ لا ما شفتها. صار لي ساعه ادور عليها. وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني اخذت عفشها وهجت. هو يلا خلصينا. نظفيها زين. نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. اي حاضر بس نظفيها. ولا خلاص نظفتها روحي جيبي المكنسة ونظفي السيارة من داخل. طيب طيب بابا طيب. طيب طيب وش بلاس انت تنو زعلانة. ما شاء الله ما شاء الله كارفها من الصبح يبا. اي طبعا نكرفها. أنا أبيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. شوفوا والله يا معامر في هذا حللنا 20,000 اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبا 1,500 راتبها. والصاد يا أبوك خلصينا يلا بسرعة. سليمان شغل الموية. يلا نظفي زين نظفي زين. نظفي فوق اللوحة 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 تحت. كفو والله ممتازة ذي الشغالة ممتازة. ميري هذا الجوال لك، أبيك تخلينا معك على طول، أي وقت نحتاجك نكلمك. مفهوم؟ مفهوم ماما. ميري وين طاقيتي المذهبة اللي عطتك إياها اليوم؟ بسرعة جبيها يلا خلص علي. ممتاز ممتاز. ايه دائما كذا لا تغسلينها بكلوركس يروح الصفار كله. اوكي انت ممتازه خليك كذا على دائم. اوكي يعطيك العافيه شكرا. ايش عندك مع الشغاله؟ ابد قلت لها وين طاقيتي وجابتها لي. ومين قال لك اصلا تتكلم معاها؟ ما كلمتها ارسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل؟
رسائل واتس مو بالسناب وغيره. لا ما شاء الله صريح والله. لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت ما تلوم إلا نفسك، سامع ولا لا؟ أقلب الدنيا على راسك. أبوك الغيرة. ميري حسوي معاكم ستريبس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض لبن سايل ميري فلفل أسود وملح. نعم بابا. دقيق حضيف عليه. هالقابلة عندنا ضيوف أبيت تنظفينها لما أجي لسي وتبخرينه. مين قايلة؟ أنا ما في قول ممكن نفر تاني. أقول القابلة ما تفهمين أنت؟ مين قول؟ ولا أنا ما في قول؟ مشعل يا مشعل. ايوه ايش في يا خالي؟ اتصل بعامر يجي ياخذها يوديها للمكتب، ما نبيها. حاضر يا خالي ابشر. ما في مشكله، ودي المكتب، انا ما في قول. لحظه، قبل لا يوديها عامر المكتب ابيها. احس ان المستيشن فيها شيء. اقول لا تصرف علشانك لاقي مهدف. لا ما اصرف، انا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. اوف 2016 متذكرها. فايز عليك بعد 2500 مره. ها يا رجال فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامه. يلا يا عيال بعد اذنكم بروح اودي الخدام المكتب. يعني منسحب من المباراه؟ فين التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج، ما تسمعني قبل شويه اكلم اهلي؟ يعني الخدام اهم مني؟ اي اهم منك. زبدله. نطف الجبهه. عادي اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 وش ده؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ تخلوني اركز. وراي شغل، وراي شغل، وراي خدمات الغيره افتشهم. اوف عمى. وش السالفه؟ ابوك قال للشغاله القابله وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء، ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي، لا الحين الحق الشغال المكتب. كيف 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 كيف؟ مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو؟ تراسل ولدي قليله الحياه؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد، انا علمت الخدام المصطلحات العربيه النجديه الاصيله وبقت تمام التمام. طيب وش تثبت لي؟ وقف الأثر أم سيان الزابلة أمحق ولد دبشة قمقها. ها رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم عامر؟ لو اني دارية انك جايبة شغالة ما كنت جبت شغالتي معي. وانا لو دارية انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها.
الوسوسة هذه؟ يعني سايبيني أنا أشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا. يا راس بالي بيد الخد يا طوين حراير من ضرع وين رايحة؟ ودي زبالة برا. حطي الزبالة يوديها عامر، حنا ما عندنا شغلات يطعون برا. هذا في داخل الفي عجيب والله. الله يعطيك العافية يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي، بس اللي طابخه ميري. ميري؟ أهم شيء لا تقطع سلطة ولا تغسل ملابسي. أبوك الصملة. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي أكل إماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخها أحسن من طبخ بعض الناس. إيش تقصد؟ أقصد طبخها أحسن من طبخ المطاعم. عجيبة والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه؟ بابا انت حنام ما في هرمة اطلع برا. ايه صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خليك يشيلهم يلا. عامر عموري. عموري ولا العابد اخلص وش تبين؟ طفش ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس. ها إيش رأيك؟ شغلها البطل. ترى انا اللي علمتها. ايه بس من اللي طبخ ونفخ؟ صراحه كده هي. ما شاء الله وش هالزين. ايه اكرفوها دافع فيها 20,000 وتاكل وتشرب وتنام. لا وما اخذ راتب 1500 بعد. صدقت يا وليدي. تعال يا ميري تعال يا زين التمر انا وياس تعال. يلا الحين ابحلي انا بروح الاستراحه وانتي زين المنتو اللي يقمش. مع السلامة. ابلش السكري هذا تحطينه بالعلب هذه وتكنزينه بالفليزر لأنه مزبن على رمضان الله يشرفه. أيوة أنا معلوم كله بابا. لا تفرملين شيلها يلا خلصيني. عجيب والله. جات أم سعد جايبته شغلتها وياها. ها ايه عسى ما خليتهم يجلسون جميع. لا ما خليتهم. ها وش ذا؟ خلطنا السكري والبرحي والخلاص مع بعض كوكتيل تمر. دق على عامر خليه يجي يودينا المكتب. ما تروح إلين ما تجي المفتشة منيرة. عجيب والله. عطى بدري عليك 1-0 بتنتهي المباراة. يعني فرحان انك فايز 1-0؟ اي فرحان وانت متعود دائما اصكك 3-4 غريبة واحد عليك صح؟ بتشوف الحين بجيب التعادل. واذا جبت التعادل بنلعب بلنتيات وبصكك. الو طيب خلاص خلوها تجهز اغراضها وجايكم. مع السلامة. يلا يا عيال بعد إذنكم. عسى خير. أبد أبروح أودي الخدام المكتب. بتصرفني يعني ها؟ كل شوية تقول لي الخدامة خدامة ها؟ لا يا شيخ وشلون أصرفك وأنا فايز 1-0؟ لأنك جبان الحين بتنسحب. بنسحب ها؟ طب اسمع هذه اليد أبى أخليها عندك وأتحداك تفوز. لا جايب لنا واحدة ما تعرف كوعها من كرسوعها.
ادخلت التمر السكري مع خلاص. انت شنو الكلام ده يا حاج؟ سكري وضغط وروماتيزم، انت جاي تقول لي الغاز وامراض ولا جاي تقول شنو بالضبط يعني؟ انت حالها ما تبعدين عنها، اكو اخت مثلها، حقكم هذه ما نبيها، رجعها ورجع دراهمنا. ايه ترجعونها لانها على الضمان. انت ما عندك تقويم ولا شنو؟ الضمان منتهي له يومين يا استاذ. عجيب، وش عاد تقول انت؟ يا حاج الخدامه دي عندها بنود في العقد، يعني اديك امثله مثلا، واحد لازم تشتغل 12 ساعه في اليوم، لازم في الاسبوع يوم اجازه، وثلاثه واهم شيء لازم تلتزم بمهامها كخدامه، مثلا يا حاج انت قاعد تخليها تغسل السياره، لا يا شيخ، واربعه فطور وغدا وعشاء، خمسه يوم اجازتها لازم انترنت وتسهل لها التواصل مع زوجها، سته في اوقات راحتها توفر لها تلفزيون، ويفضل يفضل اتش دي طبعا. ما يمدي تدبرني اصير خدامه؟ اوه هاي زباين، انا وين بلقاها؟ منكم ولا من المكتب؟ انا ما بيش كل هذا، انت كلام ما في هرمه اطلع برا، يلا شيل شنطه ودي فوق غرفه. اوكي عجيب والله، وراها عليك يبا، وراها عليك، شيل الزباين وطلعها برا فكني. انا تقولي شيل الشنطه؟ لكن وش أسوي؟ أتحملها دافع فيها 20,000. أوكي يلا جود نايت. وين جود نايت؟ وين؟ اجلسي بيجوني حريم، أبيك تساعديني. أنا دوام ساعة 8 الصباح والحين ساعة 8 بالليل، وقت انتهي خلاص، أنا نوم. عجيب والله، خذها خذها الحين ودها المكتب، ما أبيها. يا يما الضمان انتهى، يعني ما في استرجاع ولا استبدال. مالي شغل، خذها ودها المكتب، ما ابيها. يا معامر تعوذ ابن الشيطان. رمضان على الابواب الله يشرفه. وعقب العيد ابشر بالخير. ما ابيها، ما تقعد عندي بالبيت ولا دقيقة. ودوها المكتب. مشاعل؟ ايوه يا خالي. اتصلي بالمفتشة. ابلش. خلصنا من هالعلة، المرة ما تبيها بالبيت أبد. والله حاج شوف اسمع، إحنا أخلينا طرفنا منها، من رأيي كنصيحة يعني، تنقول كفالتها. بعت ب9,000 صافي؟ بعيبة، ترى الصومة طيبة، أنا رجال إنسان راعي، ودراهمي بجيبي. تدري عاد؟ نصيبك. الله يعطيك العافية منيرة، بس عساها تعرف تشتغل. ايه تعرف مدربتها، واي شيء تبينه يوم عامر ابد اتصلي اتصلي، انت تامرين امر. تسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله، من هي هذه؟ هذه يا ابو عامر الشغاله الجديده، منيره ما قصرت جابتها لنا. ونعم والله بمنيره، ونعم بمنيره. نعم بحالك يا ابو عامر. وشلون لقيتيها بسرعه هذه؟ عندي واجد سر المهنة. وانتش عليك يا ابو عامر، المهم انها دبرتها، المطلوب الحين انك تدفع راتبها مقدم. تامر امر على هالف نفس تستاهل. هذا راتبها 1500. وشو؟ ما عليه، ما يدري ما يدري. الله يهديك يا ابو عامر، الأسعار تختلف في رمضان. كم تبين يا منير؟ 5,000، 2000 طح 1000. 5,000؟ دقيقة. على وين يا أبو عامر؟ أبهج، أبى أدور كفيل. أم عامر بينا فتشة. عجيب والله. يا اخوي العب مثل الناس، يا اخي لا هربت لك شيء، لا ترجع شيريا، ما تعرف تلعب كم فارس هناك. يا عيال متى يجي عامر كده ونكسر راسه؟ يا حبيبي عامر لما له يومين مسافر، وتوقع بيقعد شهر كامل.
الأول صن فن يا حلو. المشكلة جواله مقفل، والنذل من يوم ما راح ما اتصل علينا. 400 تسلم لي يا حلو. تضحك انت وهو؟ اليوم اشتري ساعة اطلق منها، المهم عندي 400. يجي بالادب يا ابويا، احلى كافي واحلى تكوى، بدل تكوى الضعاف هناك في الاستراحة، بلوت بلوت تكسير روس لين ساعتي انكسرت. عشان كذا انا ما اجي. حلو. دقيقة دقيقة. هذا اللي رايح بيروت؟ تكلمني؟ لا اكلم جدتي. ايوه اكلمك يا واد عامر، انت قبل 3 أيام قلت بروح بيروت، ما هرجع الا بعد شهر. اخوي شكلك مشبه انت يا واد عامر من الاستهبال. لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطة. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. ابن الحلال تأكد، أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر براي أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكبر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش، ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو بأنت وقايل لنا إنك عرفت بيته؟ إيوه. خلاص عيال قول البيت. يلا هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد، بس ارسل ايميل للشركة وبلغيهم انه موافق على موعد الاجتماع. سام طال عمرك. عامر راكب هالسيارة وعنده سواق. الا قسم بالله انه عامر. قلت لكم الحقوا الحقوا. وش يبون ذولا؟ اسرع. اسرع. اقول لك امش. ابشر. امشي بسرعه. لا توقف لا توقف. ابشر ابشر. عامر يا ابن الحلال اكفني شرك، وش تبي انت؟ وقف مجنون انت، بكلمك شوي. وقف. ما فيه إلا تفسير واحد يا عيال، في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول أي شيء عن شخصيته. طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ أشياء ضد القانون. لا لا لا، وش الحادث ذا؟ وين عنا أبو؟ وين عايشين بو؟ أنا أقول إنه فاقد للذاكرة. إي والله إنك جبتها، عامر فاقد الذاكرة وهو بنفسه يعتقد إنه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال. عضلك على شحمة أنت واسكت، بعد أنت عاري أدبشه أنت وياه.
كيف فاقد الذاكرة وعنده ذا السيارة وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم إلا إذا جبنا عامر هنا. يا جماعة الأستاذ نور بنفسه جاي وتارك مكتبه وجميع أشغاله الخاصة في بريطانيا علشان يجي عندنا هنا في الشركة يستثمر معنا في مشروعنا الجديد، مشروع الأبراج الجديد، وراح يكون شريك معنا طبعا بمبلغ 15 مليون دولار. وهذا الرقم مبدئي، يعني إذا اتفقنا إن شاء الله راح نزيد استثماراتنا معكم بإذن الله. طال عمرك أكيد، والاتفاق إن شاء الله ما راح يصير في خلل بيني وبينك نهائيا زي ما هو، ولكن أنا زي ما تشوف جمعت مجلس الإدارة الخاص في الشركة علشان قلت يمكن تحتاج أي استفسار أي سؤال فيما يخص المشروع يكونوا جاهزين تحت أمرك. والنعم فيكم جميعا، بس قبل ما نسمع أي شيء أحب أعرفكم على الأستاذ صلاح المدير المالي، وأبيكم تتعاونون معاه في الفترة الجاية. إن شاء الله طال عمرك، إن شاء الله أبشر. اشرب العصير طال عمرك. انتم تعرفون اللي تسوونه هذا اسمه خطف؟ اقول اقطع وخص ولا بمخمص على اذنك الحين. ما تدرون وش عقوبة الخطف؟ جواد ايش اسم ابوك؟ عساف. يعني انت نور وابوك عساف، ليه صار جدك خوسيه سيارة؟ هي شايفنا قطل عندك هنا؟ يا شباب انا اقول لكم الحقيقة، انتم تقولوا اسمي عامر وانا اسمي نور عساف، اكيد انكم مشبهين علي، والمثل يقول يخلق من الشبه 40. الجوالات الايفون اللي في نفس الكرتون ما تتشابه، روح العب غيرها. وخلصت الكلام، الظاهر ما في فايدة يا عيال. أقول نقعوا الخيزرانة. يا الحين هذا ليه الحين قاعد يشتغل من الصبح وهو قاعد نفس القعده دي وعمال يطلب مننا كل حاجه؟ حول ولا قوه الا بالله. لا قل لي وشه من لحيه؟ ملوش حل، مفيش تفصيله بتعدي عليه، مفيش معلومه غير لما بيعرفها، مفيش ورقه غير لما بيطلب يصورها، احنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خلاص خليك معه وتابعه. حاضر. لا يروح عن عينك سامع. حاضر فهمت. حاضر بسرعه. أنا نور ما أنا بعامر، ما تفهم؟ تكلم، هذا مين؟ تكلم. قلناك أستاذ نور. أهرج أنطق. زيد يا شكوش. أصبر عيال شوي وحطلع الجن اللي فيه. أي تسود عليه. أي. تسود. أي أي نور طمنيني، حد رد عليك فيهم؟ إيه رد علي واحد منهم وسألته على الأستاذ نور، قال ما نعرف أحد بهالاسم وهاللعبة اللي تلعبونها مو بعلينا. بيطلعونا منين دول؟ بيطلعونا منين دول؟
تعتقد ان وراهم حد؟ انا شكيت في البدايه، قلت يمكن منافسين ثامر ما يبون يعقد الصفقه، لكن اتضح لي انهم اغبياء بس مشبهين علي. بس احنا على كده لازم نبلغ الشرطه. لا لا لا، هذول يخلون علي. امشي. أنا فعلاً عامر، لكن للأسف فقدت الذاكرة. وعلمتكم؟ ما قلت لكم؟ أبيكم تزوروني بالقصر. إيوه كذا رجعت ذاكرة صاحبنا. زين أحتريكم، أنتم تعرفون المكان. إيه هي نعرفه. يلا جايين. يلا عيال. هيا. قلت لكم أنا ماني بعامر، أنا ماني بعامر، اسمي نور. ما تفهمون؟ ما تفهمون؟ ملاحقيني في كل مكان. أنا وش سويت لكم؟ ها؟ وش سويت لكم؟ ما تركتوني في حالي، حتى في الشركة ملاحقيني. خلكم الحين تستاهلون اللي يجيكم. أنتم ناس ما ينفع معكم إلا القوة، وآخرتها تخطفوني. يلا خذوهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا صلاح وصل يا فندم. اهلا. السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا. هلا استاذ. تفضل تفضل استريح. تفضل. قل لي وش تشرب. لا 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 ما فيش داعي. خلنا الحل تحت امر. يا هلا والله وسهلا. اهلا بي. انا بصراحه أحسد الأستاذ نور عليك، ما شاء الله عليك، موظف كفو، قاعد تشتغل 24 ساعة، تشتغل ليل ونهار، ويكفي يكفي إنك جالس تنقذها في المواقف الخطرة مثل الخطف. أنت وصلك كل حاجة بقى. فعليك، أنا ثامر والأجر على الله. عموماً دوق بحضرتك. أستاذ يعني ممكن أسألك مثلاً راتبك كم؟ مستورة والحمد لله. يعني مثلاً نقول 10؟ تقدر تقول. لو حسبتها يلا ما لا داعي نحسبها. عشرة آلاف ها؟ عشرة آلاف مثلا لو حسبناها تطلع هذه الفلوس يعني يمكن راتبك لمدة سنة؟ يمكن 5 سنوات ممكن. لا لا هذه تجي لها راتبك لمدة 10 سنوات. وهتشتري بالفلوس دي ايه؟ المبلغ هذا ابغى اشتري فيه عيونك، تغمض عيونك عن كل حساباتنا ومستنداتنا في الشركة وتمشي الصفقة. انت يا شباب اتوقع اننا غلطانين. ايش قصدك؟
يعني هذا مو بعامر خوينا ولا شيء. طيب دحين مو نسوي؟ ما لنا الا نعتذر منه ونخليه يسامح. يا جماعه هذا سياره عامر. السياره سياره عامر وعامر يقول انا نور. ايش الحكايه؟ ايش الهرجة؟ يا اهلا وسهلا. اهلا استاذ نور. تفضل طلع معك. تفضل تفضل. اشكركم اخواني الاعلاميين، اشكركم موظفين واعضاء شركتنا الموقره لحضوركم الكريم للتوقيع على الاتفاقيه الاستثمار مع الاستاذ نور. تفضل تفضل طال عمرك وقع. أعتقد أن مهمتي انتهت أستاذ نور. نور؟ أنا نور يا ثامر، نور اللي رجيتها قبل لما كنت تحسب أني المحاسب المسكين صلاح. يعطيك العافية عامر. أنا صار لي شهور وشهور أتفاوض مع شركة ثامر عن طريق اليميلات اللي عقدتها الشراكة، وعلشان يطمن قلبي أكثر وأكثر حبيت ألعب هاللعبة الصغيرة مع أخوي عامر إلين أتأكد من مصداقية الشركة. أول يوم قابلت فيه الأستاذ نور كان في المطار. ما شاء الله عليك، صدق اللي خلاني أركب معك إني حسيت إنك شاب طموح وتحب تشتغل وتتعب وتعتمد على نفسك. الله ما يسلمك، تعرف نكد في وقت الفراغات، طلع حق البنزين، حق اثنين شاورما. الشغل مو عيب. هذه لك. ما ادري ايش اقول لك صراحه، لكن تستاهل كل خير. خذ هذه مقابل امانتك. أمانتي ما أخذ عليها فلوس. مع السلامة. ادعيت أني محاسب بسيط واكتشفت أنه فيه رشاوي ومشاريع وهمية وفساد ماله أول من تالي وكلها مكاسب حرام. هذا العقد بالله يشرب مويته. أجل نور عساف ها؟ أركب بديتي. طفت سيارة خالي في وسط الهدى والجو ظلام، ما تشوف أي حاجة. قاعد يمشي ويمشي وسمع أصوات غريبة وهو خايف من هذه الأصوات. يا أمي أصوات ما هو. أصبر الحين بقول لك. خالي سمع صوت جني. جني؟ إيوه جني. ولحق الجني ورا خالي وقاعد يجري خالي والجني يجري وراه وخالي يجري والجني يجري وراه. أقول لا تفك علينا، مسوي فيها أكشن ورع. تكفى يا عامر، لا تطريهم يجون ترى. أسلوب تخويف هو، حركات مبزرة ما نبي، أوكي؟ وأنت قاعد خالي يمشي، قاعد خالي يمشي، لا تفك علينا، تفهم ولا لا؟ مع السلامة. تعال تعال تعال، وين رايح؟ أبغى أروح بيتنا، وين بروح؟ أوكي؟ وجن ما في جن، تفهم أنت وياه ولا لا؟ كره.
أجل ما في جن يا ورع ها؟ يكون في علمك تراني قاعد معكم ومستمتع بالقصة اللي يقولها شكش، بس صراحة زاد فيها ونصب عليكم. ويكون في علمك ترى الجن اللي مسك خاله شكش جدي محروس الله يرحمه، بس صراحة زعلتني منك داخل علينا مدرعم. أنا محايطي ووزر وورع. ناظرني ورا ما تناظرني، ناظرني انت مناظر ها؟ طيب خايف يا ورع؟ خلاص اخر مرة والله والله صدقت. حرك السيارة، لا حرك هلك بسرعة، حرك. وين؟ أبغى أروح أنا وياك مشوار فيه رجاجين وفيه ناس، ما أبغى أشوف شكلك كذا، أبغى أشوف شكلك رجل. طيب. قال إيه؟ قال ما في جن. حرك. تفضل تفضل، ما احنا لاخوانك. يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا هلا وسهلا. ياسر ياسر، وش جابك هنا؟ تعرفهم؟ خويك صح؟ ايه خوي قلب قطو والحين اعرس. تحداني اصير كفته؟ ما اتحداك. لا قلت حداك. شيك مفهي انت يا اخوي؟ امشي يا اخوي، امشي يا اخوي، خليك رجال، خليك رجال، امشي. ما شاء الله جايبين بنورة. هي ابو نورة، والاسبوع اللي راح رابع، تو الحفلة تبدأ. هي بس انا بروح عند امي. رجعنا لامك. امشي امشي يا ورع انت والله العظيم. كل ما قفيت ناداني تعال، كل ما قبلت عزم بالرحيل. الحقيقة غدت مثل الخيال، هو عدوي وهو أوفى خيال. عاد عرفت المكان، سير علينا ها؟ يلا فرصة سعيدة، أنا بجيك بكرة. لا 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 تجيني، أنا إذا بغيتك أجيك. ما يحتاج تجي، أنا أجيك في أي مكان. ناسي إن صرنا أصدقاء ذا الحين. إي صح أصدقاء. مع السلامة يا صديقي. مع السلامة.
وقف وقف يا ورع، أباك موضوع مهم. وقف. سلامة يا ورع. أنت وش تبي فيني؟ وش تبي فيني كل شوي طالع لي بشكل؟ أبعرفك على نفسي، أنا مداح جني محترم، شفتك في استراحتنا مع ممنون، حبيت أنصحك منه. ليش؟ وش فيه؟ وش ما فيه؟ تعرف على واحد من الإنس عمل له مشاكل مع أصحابه ومع أهله لين دخل السجن. ممنون؟ ممنون هذا نكبة بتشوف. لا تسمع، لا ترى، لا تتكلم، فهمت؟ أبشر. لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبشر أبشر يا أمه، حب بخار مع الرز. إيه أعرف المطعم اللي يحب أبوي. مع السلامة. سلام يا عيال. عليكم السلام ورحمة الله. فاتك يا عامر أمس شكوش كمل قصة خاله مع الجن يوم قابلهم في جبال الهدى. ياسر فكك منه، أصلا مو مصدق. يا عيال فكونا من ذي السالفة، خلونا نتابع مباراة. يا ترى توقعاتك ايه لمباراه النهارده؟ تتوقع المدرب هيصر على نفس التشكيل اللي ظهر بيه في المباراه اللي فاتت ولا هيغير، وخصوصا انه ظهر بشكل سيء جدا في المباراه اللي فاتت؟ في الحقيقه من الضروري ان ينتبه لنفسه واللي سواه قبل، لان لو استمر في اعتقاده هذا راح يدفع الثمن غالي. والله كلام المحلل الرياضي في محله، المدرب سباك، مستحيل تخلى عن قناعاته الغبية. بشي بشي تفضل هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبي حبة بخاري مع الرز وأربع لبن. عندنا عصيرات طازة هتعجبك قوي. أما عاد هم ليه؟ عطنا المنيو. تفضل يا باشا. عطنا عصير توب. خذ لك عصير جزر يا بزر عشان يقوي ضرك. وش عندك انت ناشف لي بكل مكان؟ يا ولد اخلص عليه، انا بنطلب يا ولد. طيب اصبر يا اخي، انت ما تفهم، قاعد تتكلم مع الرجال. ايه هتوقف النحل كتير؟ يلا روح شوف طلبك. يلا أنت وش عندك هنا؟ روق يا ورع روق، ما قلت لك أسحب عليه؟ وش أسوي؟ أسحب عليه يطلع لي في كل مكان. حرك حرك يا ورع، حرك سرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا. سمي با عسى جبت من المطعم اللي انا احبه. عفو عليك، بس احلى حب بخاري مع الرز. يعطيك العافيه يا ولدي، يلا اجلس اجلس. عنس عنس يما. يلا بسم الله. معليش باقي الدجاج معوضين. جايبين لنا تراب وعظام يا دليل الحياة. وش ذا؟ انت ما تستحي على وجهك؟ والله كانت حبة دجاج مع الرز، ممنون هو السبب. وش مجنون ممنون؟ لا
حول ولا قوة إلا بالله. أقوم أسوي لك تونة. تعالي قديلة أسوي شيء أبد ولا أنا مسوي شيء خلاص. ما أنت بصاحي فيك بلا. ما شاء الله ما شاء الله تلعب البلاي ستيشن حقي بعد يا ورع. حركات المبزرة ذي بطلها واذا انت رجال وقف لي يا اخوي. انا ماني رجال انا جني. يا رجال عمر! عمر! وش مالك تتطط وتكابس؟ هبلت انت؟ لا عاد! انت زودتها! والله ما خليك! والله ما خليك! عجيب والله! عجيب! ابوي! لا جني! اذهب عن وجهي! اذهب! يا اخي ثور! بذر! في احد يحمل ابوه بهالاسلوب ده؟ احسبه انت؟ لا 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 اي تحسبه انا؟ لا مو بكل شيء يصير تحسبه انا اللي مسويه. ركز ركز يا عامر ركز. ترى الدعوه ما هي بها اللي تبي. ابشر ابشر ابركز ابركز. أرخ شباك افتح كبوت يا ورع. شغل شفت كيف خويك ممنون خطالك شحن بطارية توصيني بشيء؟ سلامتك. الله يستر عليك. عبي بنزين فل اخضر يا صديق طقه واحده. طيب على ياسر. لا ما في شيء بس متقروش شوي. اوكي اوكي خلاص. الجوال! على كيفك تصرفني؟ تحسب ما في حكومة ما في شرطة؟ الحين اسلمك يا ورع. وش تبي مني انت؟ وش تبي مني؟ ابيك تصير رجال يا ورع، خذ جوالك خذ. نبني سيارتك. الهلي. يا ارحب. سلام يا عيال. هذه السيارة يبغى لها تفكيك سريع سريع. قطعة صامولة مسمار ما تبقوا فيها ولا حاجة.
يا عيال يا عيال، ذي سبعينها عندي عندي في ذمتي يا تشالح، انهم يدورونها طوارة. هات يا حبيبي هات، بس لا تنسى انت هو السيارة انا اللي جبتها، يعني نسبتها الكبيرة لي حقي. ليش تضرب؟ ليش تمد يدك؟ يعني عشان قلت لك النسبة الكبيرة لي؟ اركض ها اركض، لا ما انت تدري عليك، بس ما تدري عليك انت. نزل يدك. وي وش ذاك انت وش ذاك؟ يا اخي ما مديت يدي عليك، مجنون انت؟ وش ذاكم يا عيال؟ ليش مد يدك؟ لا تتبلى علي يا ماما. خلاص هدوا 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 عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة عشان سيارة تهاوشون. عيب عيب ما يصير يا شباب. هدوا عشان سيارة عشان سيارة. صب صب يا ورع، عيال عم تهاوشون، وش خليتوا المبزرة انتم؟ عيال عم وعيال خالة وبعد، وش الركو هلي والتشريح، والله عيب يا عمي. ذبح امنا امتحنا حسودي وينافخ ويتفلت ومخرب ام الهرجة والاتفاقات. اقول لك ولا ذبح اعتذر من دعمك. ابشر يا عم حصل خير. اعتذر من دعمك الثاني. حصل خير. يلا نستاذن. والله ما تروح يا عم، نبغى نعشيك الليلة تكفى. وش عشاكم؟ اللي تطلب اللي تامر ابشر. عشا ها؟ والله بين عليك من كابك وطقمك انك تبي سمك ها؟ اقول كل تبن. انا اشهد ان الرجال علومه طيبه. قليل الوقت ذا تحصل امثاله، كفو شهم. يا عيال ترى ما عرفناه ذا، من هو؟ يا ابني احمد ربك انه دخل علينا ولا كانت ذابحنا. يا عيال الهل هلا ياسر يا اخوي، وينك انت؟ قايل لك منك بعجل علي. وين ديساين ريال؟ اصبر انت، ما تشوف سيارتي انزرفت؟ خلاص بعطيك اياها. راح اخلص اخلص بسرعه. اتحداك الجن البطل. انتبه مرة ثانية يا ورع. كفو والله، تكفى يا مداح وتكفى تهز الرجاجيل والجن بعد. فكني من ممنون. ما في حل الا تطنش. ان بديت تفك فيه بيجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة، ويا مصيبة بتحصر قدامك اعرف انها منه. طنش تعش، فهمت يا ورع؟ فهمت فهمت. وين ديساين ريال؟ طيب طيب لا تنفخ. ما دام رجع الموتر ابشر بعزك، هذه 200 ريال الباقي لك. شكرا. عفوا. لا والله بالهلي. يا عيال ذا ازعجنا بشخيره. يا ابوي يا شخير ودخل جوا راسي، خشم الفقي ذا يبغى له توضيب. العب العب العب. الحين تلقم. حريقة يا عيال حريقة! حريقة حريقة! يا عيال حريقة! ايه ايش رد يا عيال! قم حريقة! يا عامر قم حريقة، قم بسرعة يلا قم! طنش. لا تفكر فيه يجيك. طنش. ما هو؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وضعك دلوقتي مستقر، مع إن الحروق اللي جات لك كانت حروق خطيرة جدا، بس الحمد لله أيام وتتحسن. الحمد لله على السلامة يا دلخ. أنت؟ وش جابك يا وجه النكبة؟ الحمد لله على السلامة يا عامر. طنش. لا تفكر فيه يجيك، لا تفكر فيه. شكل سالفة التطنيش ماشيتن عليه لا الحين. صدقك يا بداح بسرعة. انت دلخ دلخ، انت واقف وسط النار والجوال معك لين النار شبت فيك. دلخ. وش السالفة؟ انتم مع بعض؟ حنا اخوان واكثر من الاخوان. حنا واحد بعد. Mark!
كيف بديت. احنا شباب البوم. وينهم؟ مبروك عليك التقاعد يا ابو عامر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبرايز! حضرة المتقاعد ابوي، السيدة زوجة ابوي المتقاعد، السيدة مشاعل زوجة العزيزة، السيد سليمان البزر. اما الان مع كلمة المتقاعد ابوي، صفقوا له. أتحداك المتقاعد البطل. عيالي أم عيالي، أشكركم شكرا جزيلا. أنا الآن حسب ما راح أتقاعد من شهر العسل. يا عساك ما تذوقه، هذه أخرتها يا أبو عامر؟ تبي تعرس علي؟ عرس التقاعد، عرس التقاعد يا بنت الحلال، خلاص أبى أتفرغ لك. الله يهديه سمه، دائما تفهمينا غلط. أما الآن مع كلمة حرم المصون مشاعل. ممكن يا خالي تشرح لنا ايش خطتك بعد التقاعد؟ سؤال جميل، لكن كل شيء في وقته حلو ولا خالص. اجل نقطع الكيكة. حيو بابا. ايوه حيو بابا. حيو بابا. حيو بابا. يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، ما له خبر لا يكلم. حداك الاغنيه البطله يا عيال، اقدحوا، هذه احلى كيكه لعيونكم. وش المناسبه يا عامر؟ بمناسبه تقاعد ابوي، هذا التمديد الرابع له. تصدق اول مره اشوف ابوي مبسوط كذا. ما دام صار عاطل، ايش رايك نسجله معانا في الاستراحه؟ ايه لا تقول لابوي عاطل، تفهم ولا ما تفهم؟ صاير تبون. تكفى يا مطربنا، مناسبة تقاعد ابوي ابي اغنيه. ابشر حبيبي. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والنعاد. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل الوف والنعاش. وعاش بعد ما عاش. عاش مطربنا. يا سلام والله والله، يا سلام والله. عاش 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 عاش. اليوم أول يوم متقاعد، ولازم نسجل طلبات المطبخ. أجل سجل عندك. أول شيء خلاط المجلة يبي له تغيير. وش فيه؟ متأخر بعد؟ أوه من 5 سنين، ومروحة الشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش فيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت، الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كده نحتاج لكهربائي وسباك؟ وين رحت أنا وأنا خالت؟ عجيب والله. أنا بصلح كل شيء، روحوا بس ناموا 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 بس وارتاحوا. شاب الشارع عبد يا ليلاني، خلي هجرني وزود الهم بيا. شاب الشارع عبد. عطنا خالد عبد الرحمن. اخر واحده ذي ولا اخر واحد؟ الصديق وقت الضيق قالها وعضيق، يوم صرت خلصينا. بس اغنية بس اغنية. انا البارحة مغزيت والمسر من ارقود، حسبي على من كان هذا من اسبابه. تكفى تكفى، اخر واحدة
انت قاعد باستراحتنا واجد، حتى اخويك شوف راقد هناك. خلاص 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 من حبكم يا زين عزلنا. ما عاد لي في هواكم شفه ورادة واللي شبكنا. عاد انا جاني النوم ابمشي، ها وخذوا راحتكم، ما عندكم لاستراحتكم، ارقدوا هنا. ها لا اله الا الله يا زين حرتها، الحمد لله ايش هود وهود والعدو مغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. سم تعال. سم انت ما تعرف الساعة واحدة ونص الحين، وانت مسؤول عني عشان تسألني يا ابو عامر. هذا ردك يصير خير، الكلام هذا يا بياصل ابوك الصبح ان شاء الله. الله يهديك. بس الحبيب شايدك الأخو؟ انت صاحب هذا البيت؟ لا انا جاره. وش جايبك نص الليل؟ اهل البيت هذا طالبين عشاء. عشاء هالحزه؟ وهذا وقت عشاء اللي عقبنا. ابو عبيد يا ابو عبيد وش عندك يا ابو عامر؟ ها انت طالب العشاء هالحزه؟ ايه يا حبيبي هالوجه، هات هات احنا طالبينه يا حبيب. شكرا شكرا يا اخ. والله الرجل راح والله الرجل قبل، احد يطلب عشاء هالوقت؟ وانت من حلالك قرش انت دافع شيء، بعدين وش اللي مطلعك الحزه؟ جاي اشوف فعالك السوداء اللي سكن وهم ضلع اللقافه. اي من علامات الشيخوخه والخرف. تسمع طبنا الفيضي انت يا وجه اسمك، توكل على الله توكل توكل امشي. عمر عمر سميبه وينك؟ وين الحزة؟ عند العيال بالاستراحة. يلا بيتنا تنذرك، روح لربعك، روح لهم الاستراحة مرة ثانية. وراك علي يبا، بالعكس اليوم جاي بدري، بالعادة اجي الساعة 3. الله اكبر، وين عندك وجه تقول جاي بدري؟ اقول لك فشلتنا، امشي هالمرة ادخل بالبيت يلا بسرعة. يلا سم نسم علينا الهوى من مفرى الوادي يا هوى دخل الهوى. وين الشكشوكة حقتي؟ والله لسه ما خلصت. انت كده على طول دايما حار؟ ايه انا جوعي حار. بعدين ليش ما ولعت اللمبات؟ خالي لسه ما خلص من الترميمات. الا منت السباكة والكهرباء كلها جاهزة. كفو والله اتحداك يا رب البطل. هذا ما هو شغل جيل الهمبرجر، الرجال لازم يعتمد على نفسه. وش تقصد؟ ايش هيك تمسكر؟ شغل يلا. ابشر. عجيب والله. وصالح يلا صباح خير يلا. سم وش تبي؟ فيك انت دقيت عليك برا مرتين ثلاث مرات ما رديت. وش تبي؟ انا ادري قلق انت، وش تبي؟ ولك ما جاء الا عقب منتصف الليل البارح. وليه جاء بعد منتصف الليل؟ وش عندك انت؟ وش تبي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يا ابن ترك اشغلتنا انت. اسمع عاد بتربي الولد ولا ربي انا؟ كفو انت تربي انت كفو تربي ولدي انت. اقول لك لا تدخل في خصوصياتنا مره ثانيه، احذرك. انا حبيت ابلغك لاني اعتبر ولدك مثل ولدي، لكن انت ما بك فايده. اقول فكر بس. قال ايش؟ قال ولدي. لكن هين يصير خير ان شاء الله. وسلام الله يا حباب جرى الحاني صابني. ونسيت المفتاح يا نور عيني نور عيني. نور عيني. يس بابا. هاتي لي المفتاح على الطاولة، اركضي. حاضر بابا.
ايش مالك انت؟ ما تستحي؟ نور عيني نور عيني، والشارع نور عينك؟ ايش بلاك يا ابن الحلال؟ هذه اسمه نور عيني. الله يعميك انت وياها، تغزلها بالشارع؟ يا اخوي ترك ازعجتنا يا ابو عامر، الله يرحم والديك، توكل توكل على الله، توكل على الله. اسمع عاد. توكل. مقطع. ايه اشتي، اشتي. يلا يلا توكل على الله، توكل على الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله. سليمان يا سليمان، ايش هالنوم؟ عامر يا عامر، عامر عامر، ها والله شيء كل هذا نوم. هاي هالعلم عندي انا. نايمين إلى هالحزة؟ أنا لأوريكم. يا ولد يلي هنا، عامر يا أبو عامر. خير خير يا أبو عامر. لا إله إلا الله، وش فيك؟ وش فيك يا أبو عامر؟ وش فيك؟ ازعجتنا وطفيت علينا المكيفات. جيب القهوة البطولة لو سمحتي. وشلون وانت طافي الكهرب علينا؟ ها اقول لا يكثر. سلامات سلامات، وش فيه؟ مين طفى المكيفات؟ انا اللي مطفيه. عند سمانة بلش. ايش قلتي؟ ما قلت شيء. اقول وش رايكم نروح برحلة لما زرعت عمكم ابو سيف الله يرحمه؟ انا ما اقدر، مرتبط مع العيال بالاستراحه. وانا ما اقدر، اختي بتزورنا. وانا بساعد خالتي. المزرعه ما فيها نت، وانا موعد اخوي انا ما حفرت نت. عجيب والله. على والله من العائلة البطلة. والله يا أديسون حاس الكهرب والسباكة حوس. حتى ضحكة زوجتي حاسها. والله إنك صادق أديسون. أبوك مغاطس من الصبح ما أدري وين هو فيه، الله يستر بس. والله يا أنا خايفة على خالي، من يوم أتقاعد هو مو خالي اللي أنا أعرفه. يا هم مستقعد للجيران ورافع ضغطهم. وحنا بعد رافع ضغطنا. أنا رافع ضغطكم؟ أنا حايس الكهرباء حوس؟ أنا أديسون؟
اخوي. الحين وش بلاك يا عامر؟ ما تركز على السواقه وتترك الجوال. ابشر ابشر. شلون عرف؟ يا عيال اليوم نبي فلة، نبي رقص، اوكي؟ اوكي. بس اللي مثل الدجاج ما نبيهم. من اللي مثل الدجاج ورع؟ اللي نام بدري من المغرب. لا يا شيخ، انا اوريك اليوم من اللي يرقد بدري ومن اللي ما يرقد، ها؟ انت ويا يا الفروخ. عطنا عطنا اغنية تكفى. في منتهى الحقة، في منتهى الذوق، حبيبتي في كل حاجة عجيبة، إذا حكت كيف تخليني أروق، وإذا بغت تجيب راسي تجيبة، ودي تحطتني على راسي ممتون، ولحدنا صارني كثر خلي بطيبة، حتى وهي جنبي حسسي بشوق، وشلون لما شفتها ترك بديتك.